بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في الموقع بوست، أمن تعز يقرر الدراجات النارية ممنوعة من الخروج بعد الساعة 7 ليلا. ومن المشاهد نت، ميليشيا الحوثي تحول أكبر مدينة سكنية إلى سكن لقاداتها وسجن لمعارضيها. وكيل وزارة حقوق الإنسان يقول للشرق الأوسط، أحصينا أكثر من 10,000 طفل جندتهم ميليشيا الحوثي في صفوفها. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة الاتحاد، هولندا تلقي القبض على عصابة سرقت مجوهرات قبل 12 عاما. والبداية من المواقع الإخبارية اليمنية التي اهتمت وتابعت الحملة الأمنية في مدينة تعز، وعنون موقع الموقع بوست، بدء انتشار حملة أمنية بالمناطق المحررة وحظر تجوال الدراجات النارية. وقال الموقع إن الحملة الأمنية في محافظة تعز أقرت حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض الأمن بالمدينة وبسط الاستقرار. وترأس نائب مدير عام شرطة تعز العقيد محمد عبد الله المحمودي ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبد البحيري اجتماعا ضم أعضاء الحملة الأمنية وممثلي الألوية لتنفيذ عدد من الإجراءات الأمنية للحد من الاختلالات. وأقر الاجتماع نشر النقاط والقوات الأمنية في المربعات المحررة وحظر تجوال الدراجات النارية ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا. ومن ذات المدينة، أورد موقع المشاهد نت تقريرا عن أكبر المعتقلات في مدينة تعز، وعنون الموقع، مدينة الصالح مجمع سكني وأكبر معتقل للمواطنين في اليمن. وقال الموقع، تحولت المدينة السكنية بالجند بمحافظة تعز من مجمع سكني لذوي الدخل المحدود إلى ثكنة عسكرية محاطة بالكثير من التوجسات جراء تكريسها من قبل مقاتلي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي صالح كمعتقل نوعي وسكن لكبار قاداتهم. يضيف المشاهد نت، 860 شقة هي قوام المدينة التي تحولت إلى سجن كبير. وعن أول من تم سجنهم في هذا المعتقل يقول الموقع، أول من تم الزج بهم في المعتقل كانوا من المقاومة الجنوبية، كانت الجماعة تنقلهم من محافظات عدن ولحج وأبين إليه. مروان السامعي أحد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال من قبل جماعة الحوثي وحلفائها يروي تجربته قائلا، كنت في طريقي إلى المنزل في منطقة صالة فتم إيقافي من قبل شخصين يتبعان الجماعة، ثم تم أخذ تليفوني وقالوا إن به صورا مناوئة أو صورة مناوئة لهم، فتم احتجازي ليومين في غرفة بوادي صالة ومن ثم أوصلوني إلى المنطقة السكنية بالجند. ويضيف السامعي إنه تعرض للضرب والسب والإهانة أكثر من مرة خلال تلك الفترة التي استمرت لمدة 3 أشهر، ولا أحد يعلم عنا شيئا وكنا نتناول في اليوم وجبة واحدة. جدران صنعاء تتكلم، تحت هذا العنوان كتب مارب الورد مقاله المنشور في صحيفة العرب القطرية، محذرا من استمرار الميليشيا في تجويع الناس وإذلالهم. متنا من الجوع ولم تمت أمريكا، هذه العبارة مكتوبة في إحدى جدران شوارع العاصمة صنعاء، لا أحد يعرف اسم كاتبها، لكنه شخص حقيقي يعبر عن حاله وسكان العاصمة المنكوبة من كابوس انقلاب الحوثي. تلخص العبارة حال المتضورين جوعا ممن كانوا قبل الانقلاب ما نتج عنه من تداعيات سلبية، يعيشون بحال جيدة وأصبحوا اليوم يعانون من عسرين لا يجتمعان، هما الجوع والخوف. أما الجوع فهو لا يقتصر على سكان صنعاء، وإنما يتعداهم إلى 18 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 27 مليون نسمة بحاجة إلى التأمين الغذائي بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة. التقرير الأممي رسم صورة قاتمة عن الأوضاع السياسية والصحية في اليمن، بل وأكثر سوداوية للمستقبل القريب ما لم يكن هناك حل سياسي قريب. بعد هذه الصورة السوداء تكون رسالة الجدران أكثر وضوحاً وقوة في مواجهة زيف وكذب الحوثيين الذين يحاربون اليمنيين منذ عامين وينهبون موارد الدولة ويوقفون رواتب الموظفين باسم محاربة أمريكا. صنعاء أسيرة مثل سكانها، كل من يفكر بالجهر بحقوقه المشروعة يواجه بالتخوين والاتهام بالعمالة،
مروراً بالملاحقة والمطاردة والاختطاف وانتهاءً بالقتل إن تجرأ وخرج للشارع عوضاً عن الفصل الوظيفي. وكل هذه الأساليب يتبعها الحوثيون لإرهاب من يحاول الخروج ضدهم. في ظروف الخوف والقمع الشديد تكون الجدران هي لسان حال الناس الذين يعبرون لها بكلماتهم عما يعانون ويريدون أن تجهر به ولا تخشى الاختطاف أو الانتقام، على أنهم يختارون بعناية الجدران التي لا تلتصق بالمنازل كي لا يعاقب أهلها بجريرة عبارة مكتوبة تنتقد سوء حالهم. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع جانباً من انتهاكات ميليشيا الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها وعنون الموقع. الحوثيون يقتحمون قريتين في مديرية أرحب شرق صنعاء ويخطفون 6 مدنيين. قال سكان محليون وشهود عيان إن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح خطفوا 6 مدنيين من إحدى قرى مديرية أرحب في حملة مداهمات واسعة. وذكر السكان للمصدر أونلاين إن عدداً من عربات الحوثيين المسلحة اقتحمت قريتي البكول وبني قيداس بمديرية أرحب، وبدأ المسلحون بمداهمة المنازل، وأضافوا إن الحوثيين خطفوا العشرات من المدنيين المعارضين لهم واقتادوهم إلى مناطق غير معلومة. يتابع الموقع: وكان الحوثيون قد خطفوا العشرات من المدنيين من القريتين والقرى المجاورة في عمليات مماثلة منذ مطلع العام 2015 بمسوغات باطلة أغلبها انتماء المختطفين لحزب الإصلاح. وإلى موقع الصحوة نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: محافظ إب سوف نصرف مرتبات جميع موظفي المحافظات. وقال الموقع إن محافظ إب اللواء الركن عبد الوهاب الوائلي أكد أن الحكومة سوف تصرف رواتب جميع موظفي محافظة إب في كافة المرافق المدنية أسوة بزملائهم في محافظات الجمهورية. وقال اللواء الوائلي إن توجيهات رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر توجب على وزارتي المالية والخدمة المدنية البدء الفوري بتحويل مرتبات الموظفين في كافة المرافق المدنية. وقال محافظ إب إنه يجري التواصل مع مدراء المؤسسات بالمحافظة لتجهيز كشوفات الرواتب استنادا إلى بيانات الموظفين حتى ديسمبر 2014. وإلى موقع الاشتراك نت والذي أورد تقريرا عن الضالع التي تشهد أيضا إجراءات أمنية وعنون الموقع: اللجنة الأمنية بالضالع تناقش تعزيز خططها وتشكيل غرفة عمليات أو تشكل غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والأمن. يقول الموقع إن اجتماع اللجنة الأمنية أقر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجيش والأمن وذلك لإدارة العملية في المحافظة، وناقش الآليات الكفيلة بتجاوز الصعاب والمعوقات الماثلة أمامها. كما أكد المجتمعون على تضافر كافة الجهود ومواصلة بسط نفوذ الدولة واستعادة المحافظة لوضعها الطبيعي في طريق تحقيق أهداف تطورها والارتقاء بها. وكانت المحافظة قد شهدت مواجهات بين قوات أمنية ومجهولين اعتادوا منذ فترة طويلة على إقامة حواجز تفتيش لغرض ابتزاز المسافرين. كيف نعرف محتويات 2017؟ تحت هذا العنوان كتبت المغربية عائشة بالحاج في صحيفة العربي الجديد عن السنة التي نواجهها في ظل سياسات زعماء متطرفين. ماذا تحمل سنة 2017 الجارية من هدايا لمن استطاع النفاذ من الآثار الجانبية لسابقتها التي تعد من السنوات الغريبة التي مرت على العالم، حيث قضت على كل أمل كان يقاوم العتمة في قلوب المتفائلين بأن الغد أفضل، فأصبحوا هم أيضا ينامون وهم متأكدون أن الغد أسوأ. لا يعرفون مثلنا بما سيأتي، لكنه ليس أفضل. نحن الذين نخطو أولى خطواتنا في سنة جديدة، في عالم يرأس دولته العظمى رجل مجنون، ويرأس القوة الثانية السابقة التي تحاول جاهدة تسلق القمة مجددا رجل لا يقل جنونا عن ذاك. لا نعرف ماذا تحمل هذه السنة، لكن حدسنا يقول إنها ستكون أجن من التي ودعنا، من دون أن نتخلى عن فضولنا في أن نعرف على أي قدر من الجنون ستكون، حتى نشحذ صبرنا كاملاً لنلوح بخيبة أقل لمرورها، مثل رغبتنا في فتح أي شيء مغلف جيداً لندرك طبيعة ما يحمل بالضبط، على الرغم من أننا نعرف مسبقاً أنه هدية أو قنبلة، لكننا نريد تحديد نوع الهدية في الاحتمال الأول
والوقت المقدر للانفجار لنعرف ما إذا سيكفي للركض فقط بأرواحنا أو أنه سيكون كافياً لنحمل ألبوم الصور ونحذر الجيران اللطفاء. بلغت انتهاكات ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح لحقوق الإنسان اليمني ذروتها في العام 2016، وحسب موقع مسند فإن اليمنيين أصبحوا لا يحلمون بغير الأمان على نفوسهم وممتلكاتهم وأسرهم من بطش الميليشيا التي أوغلت في إهدار كرامة الجميع. يضيف الموقع: انتهاكات بالجملة رصدتها منظمات وتحالفات مدنية مستقلة طوال العام، وخلصت إلى أن غالبية الشعب اليمني تعرض لانتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية أبرزها حق الحياة والعيش بأمان. وبحسب تقارير لمنظمات وتحالفات مدنية، توزعت انتهاكات الميليشيا بين القتل العمد والاعتداء الجسدي والاختطاف والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وترويع النساء والأطفال. وإلى موقع التغيير نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية من تعز: تدشين حملة كلنا قحطان للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيا. وقال الموقع: دشن ناشطون في ساحة الحرية وسط مدينة تعز حملة كلنا قحطان للمطالبة بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع، وقد نفذ مئات الأهالي وقفة احتجاجية بعنوان الحرية للمختطفين للمطالبة بالكشف عن مصيرهم أو مصير المختطفين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان. ودعا المحتجون المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك من أجل الضغط على الميليشيات للإفراج عن المختطفين وإيقاف جرائم التعذيب التي يتعرضون لها في السجون. وتهدف الحملة التي انطلقت الجمعة الماضية إلى إيصال قضية المختطفين للعالم وجعلها قضية رأي عام من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي سيتم تنفيذها تباعاً. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان لصحيفة الشرق الأوسط إن القوى الانقلابية في البلاد لا تزال تمارس صورا شتى في تجنيد الأطفال. وقال عبد الحفيظ إن التصاعد بتجنيد الأطفال لا يزال مستمرا ويعبر بشكل أساسي وصريح على الأساسيات اللا أخلاقية ولا إنسانية التي تنتهجها القوى الانقلابية. وأوضح أن الأرقام التي رصدتها الأجهزة الحكومية اليمنية متحركة ومتسارعة وتفضح جزءا بسيطا من تلك الممارسات التي تقوم بها تلك القوى الانقلابية يصعب معرفتها خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وبيّن المسؤول اليمني أن الوزارة قدرت أعداد الأطفال اليمنيين المجندين لصالح الميليشيات الانقلابية بنحو 10,000 طفل، منوها إلى أن تلك القوى الانقلابية تتصرف في التعامل مع الأطفال بمفهوم عصابات وجماعات مسلحة. وإلى صحيفة العربي الجديد، والتي عنونت في إحدى صفحاتها: الثقافة اليمنية هوامش فردية في مواجهة الموت. تؤكد نجاح الشامي رئيسة نادي القصة في تعز للعربي الجديد أن هناك صراعا مستمرا بين الثقافي والسياسي في اليمن، مع أن الأصل أن تكون العلاقات تكاملية باعتبار أن السياسي لابد أن يكون مثقفا والمثقف لابد أن يكون سياسيا. تضيف نجاح: مهمة المثقف في المجتمعات مهمة أكبر وأصعب من مهمة السياسي، لأنها تدعو إلى إحداث التغيير والرقي بالمجتمع، ولهذا وجد السياسي في هذه الدعوة ما يهدد سلطاته، مما جعل الأنظمة الاستبدادية الأبوية تعمل على محاربة الثقافة والمثقفين بكل الوسائل. تتابع الصحيفة: بعد تمادي السلطات السياسية في قمعها للمثقفين والثقافة، جاءت ثورة فبراير الشبابية الشعبية لتمثل متنفسا للمثقف اليمني وتعطيه الأمل باتساع سقف الحريات وتمكين العمل الإبداعي. وظهر هذا التأثير جليا لدى المثقفين الشباب الذين مثل الفعل الثوري مصدر إلهام لهم للنهوض بالحراك الثقافي توازيا مع الفعل الثوري الهادف لإحداث التغيير. وبالفعل فقد شهد الحراك الثقافي نشاطات وحركات متسارعة من خلال إنتاج الأعمال الأدبية.
قال الموقع العربي الإخباري ليدرز نيوز في تقاريره عن اليمن إن مؤسسة كرمان تدشن حملة إغاثة أو حملة إغاثة في تهامة، والحوثيون يعتبرون المستفيدين خلايا نائمة. وقال الموقع تعرض فريق ميداني إغاثي تابع لمؤسسة توكل كرمان الدولية لعملية تحريض من قبل قيادات وعناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع في محافظة الحديدة، ووزعت منشورات تحريضية تعتبر الفقراء الذين تم إغاثتهم بمواد غذائية خلايا نائمة يجب التعامل معها بقسوة، ودعت لإيقاف هذه الأنشطة الإغاثية التي اعتبروها تهاونا مع ما يسمونه العدوان. وطلبت منشورات حوثية مدير أمن المحافظة المعين من قبل الإنقلابيين بالضرب بيد من حديد إزاء كل من يقوم بهذه الأنشطة. وقال الموقع إن حملة الإغاثة أتت ضمن جائزة الحرية 2016 التي حصلت عليها توكل كرمان من المتحف الوطني الأمريكي للحقوق المدنية، والتي كانت أوقفتها لصالح الجياع في تهامة. عن الغلبانين والميليشيات، تحت هذا العنوان كتب شمسان عبد الرحمن نعمان مقاله المنشور في التغيير نت، وقال في جزء منه: يسعى الانقلابيون إلى التنكيل بالشعب اليمني بمختلف فئاته وإلى التضحية به من أجل إشباع رغباتهم في السلطة والحكم. اليوم يدفعون بأبناء القبائل نحو محرقة حقيقية، رغم أنهم يعرفون تمام المعرفة بأن هؤلاء سيقتلون بلا محالة. هؤلاء قوم فقدوا الكثير من الأهلية لأن يكونوا مجرد بشر وليس حكاما. ففي عهدهم ذاق الشعب اليمني خلال فترة وجيزة وقياسية صنوفا من الظلم أعادت البلاد إلى صفحات سوداء من تاريخه قبل أكثر من 50 عام. اجتمع المهووسون في بوتقة واحدة لجلد شعب مغلوب على أمره، بالكاد بدأ يتلمس الطريق نحو مستقبل مشرق منذ تنحي المخلوع، ويتطلع إلى مشروع الرئيس هادي صاحب مشروع الدولة الاتحادية، حتى بادروا في محاولاتهم اليائسة إلى وأد هذا المشروع، حتى اللحظة لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من ذلك. وإلى صحيفة الإمارات اليوم، حيث عنونت في أكثر أخبارها قراءة: هذا هو أول قرار اتخذه ترامب. وقالت الصحيفة: وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فور دخوله إلى البيت الأبيض مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم أوباما كير، والذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه. وأوضح الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبيوز أن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى التقليل من الثقل المالي لهذا القانون قبل إلغائه. ووجه ترامب الوكالات بتخفيف الأعباء التنظيمية المتعلقة ببرنامج أوباما كير في الوقت الذي يحدد فيه الكونغرس الأمريكي كيفية إلغاء وتغيير قانون الرعاية الصحية. وإلى صحيفة الاتحاد، والتي عنونت في صفحتها الأخيرة: توقيف عصابة بعد 12 عاما على سرقتها مجوهرات. قالت الصحيفة: أوقف 7 أشخاص في هولندا وأسبانيا بعد 12 عاما على سرقة مجوهرات وقعت في مطار أمستردام. سيكبول تعد من أكبر عمليات السرقة للمجوهرات في العالم. تضيف الصحيفة: وقد سرقت المجوهرات وقطع ألماس في 25 فبراير 2005، وتقدر قيمتها بحوالي 72 مليون دولار. ووقعت عملية السرقة عندما دخل أفراد مسلحون على متن مركبة مصفحة تابعة لشركة طيران منطقة محظورة في المطار، ونفذت الشرطة العسكرية بناء على أمر من النيابة العامة 7 عمليات توقيف على صلة بسرقة الماس في 2005، وذلك يومي الجمعة 20 يناير والسبت 21 يناير 2017. مفارقات الزمن العربي، تحت هذا العنوان كتب سعيد يقطين مقاله المنشور في صحيفة القدس، وقال في جزء منه: عاش الشعب العربي أمدا طويلا تحت ظل الإكراه والقمع ومصادرة حرياته في التعبير والعيش الكريم. كان ذلك أولا مع الاستعمار الذي ادعى أنه ينشر الحضارة ويحدث المجتمع ويحارب الاستبداد الشرقي. ولإنجاز هذا الفعل الحضاري لابد من إسكات الشعب عن المطالبة بحريته واستقلاله. جاءت الاستقلالات السياسية وكانت الانقلابات، فلم يتغير واقع الإكراه والقمع، فباسم الوحدة الوطنية صدرت الديمقراطية، وتحت نعت أمن الدولة مورس الخوف ضد الشعب الذي كان يطالب بأن يبقى بعيداً عن تدبير شؤون الحياة.
ما دامت الدولة أيا كان النظام الذي تسير عليه تطلع بذلك. تكمن المفارقة في كون أمن الدولة لا يساوي سوى خوف الشعب، لكننا عندما نتأمل واقع الشعوب المتطورة نجد العلاقة بين أمن الدولة لا يتحقق إلا بأمن الشعب، بل المواطن الفرد. بل إن أمن الدولة لا يتم الحديث عنه إلا إذا برزت ممارسات خارجية تستهدفه، الإرهاب مثلاً. وحتى في هذه الحالة يعتبر أمن الوطن والمواطن هو أمن الدولة. بعد هزيمة 67-900 للميلاد اعتبرت المواجهة مع العدو الصهيوني أولوية الأولويات لدى الدولة، وعلى الشعب ألا يطالب بأي حق من حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية، فالبلد في حرب مع إسرائيل وأمريكا، فباسم الممانعة منع الشعب من التعبير عن مطالبه الحيوية. وإذا كان أمن الدولة يحتل المكانة الأولى، فإنه سيغدو عامل خوف لدى الشعب ليس من العدو الذي يتهدد الدولة، ولكن من النظام الذي يحكمه، لأنه يعتبر أي سلوك داخلي ولو كان مطلبياً بسيطاً خيانة وطنية تستوجب العقاب والاعتقال والمنفى. تحت عنوان الصورة المناسبة في اللحظة المناسبة، نشرت صحيفة الإمارات اليوم مجموعة من أفضل الصور التي تم التقاطها في لحظة فاصلة وهامة، نتابع. في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.